طب ماشي يعني واحد بيهزر خلاص وقال انا عندي دواء كورونا يا جماعه اطلبه بنفسك. هو الراجل بيهزر لسبب لانه ما حطش رقم تليفون ولا حاجه، بس ده حط اسم صيدليه، حط اسمه هو، يبقى بيهزر. انما تعالى نشوف واحد بقى بيتكلم جد، عمرو اديب. عمرو اديب بيقول لك، لا مؤاخذه انا اسف جدا في اللفظ يعني، لا مؤاخذه من غير زعل يعني، فاكر زمان والله فاكر زمان لما يعني ما كان بيفتشونا في المدارس عشان ضوافرك وعشان ايه تاني؟ الامل. والله كان بيفتشونا زمان كده، دلوقتي تخش بالامل، لو معكش الامل مش هترجع. يعني دلوقتي بتدفع المصاريف ومعاك الامل. عمرو اديب بقى بيشرح كويسه، بيقول او يعني فيديو بيقول كده، دواء الامل يعالج كورونا في 48 ساعه. انا ما اعرفش، بس اسمع كده. في الامر يا ساده انه من يومين يتحدثون عن دواء اقوى من الهيدروكسي، يتحدثون عشان بس ايه اكون الامانه العلميه يعني، يتحدثون عن دواء اقوى من الهيدروكسي واثاره الجانبيه اقل من الهيدروكسي، بيتكلموا عن دواء موجود في العالم كان بيستخدموا الناء وما زالوا عشان الامل. طبعا الاجيال الجديده ما تعرفش الامل. الامل بتاع زمان. الدواء ده بيتحدثوا عنه انه سحر. يعني ما اعرفش يعني دواء الامل، دواء الامل، دواء الامل بيعالج الكورونا في 48 ساعه، بس انا ممكن يكون ده صح لو الامل هي اللي عندها كورونا. لكن طب واللي ما عندوش شعر خالص برضه دواء الامل يمشي معاه؟ يعني اللي هو زي الزميل اللي معانا هنا مفيش خالص، الدواء هيعدي معاه عادي يعني؟ ايه يا عمرو؟ ناس تقول لك الفول المدمس بيشيل البتاع، وناس تقول البصل والعدس، وناس تقول لك الشلولو، ايه يا جدعان؟ واحنا كورونا بقى ملطشه كده؟ يعني معامل العالم قاعده دلوقتي مش لاقيه دواء. وبعدين احنا نروج بقى دواء الامل، هتلاقي الناس دلوقتي يعني في ناس مأسسة والله بتدور على دواء الامل دلوقتي. وبعدين الدكتور يقول وريني راسك اذا كان عندك امل ولا لا، هات روشته من الدكتور انك انت وابلع بقى في دواء امل. يا راجل حرام عليكم. والله في ناس مريضه بالوسواس القهري ممكن تصدق الكلام الفاضي ده وتروح تشرب دواء امل. انما من الشلولو للفول للمش عارف الايه للعدس للليمون واخيرا للامل.